جمانة ومشاهدينا، احنا عارفين انه العالم عمره ما كان عادل للأسف الشديد مع القضية الفلسطينية، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية في كل المواقف في كل المحطات التاريخية والسياسية كانت منحازة انحياز أعمى لإسرائيل، هي الطفلة المدللة للولايات المتحدة الأمريكية. من الداخل الأمريكي هناك اتهامات متواصلة الأيام الماضية للرئيس جو بايدن بازدواجية المعايير في التعامل مع أحداث غزة، وتحديدا لما نقارن تعامل الإدارة السياسية مع الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة في فلسطين. فمثلا الإدارة الأمريكية بتشوف أن أوكرانيا بتقاوم الهجوم الروسي بتدعمها بالمال والسلاح، لكن في مشهد آخر إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لا يمكن إعطاء حق المقاومة للفلسطينيين لمواجهة الاحتلال. علشان كده خرجت مظاهرات كتيرة جدا الأيام اللي فاتت داخل الولايات المتحدة بترفض التعامل بازدواجية مع الأحداث السياسية في العالم وترفض قتل المدنيين في غزة. ازدواجية المعايير التي حكمت البيت الأبيض كانت حاضرة بقوة على مدار ما يقرب من 20 شهراً هي عمر الحرب الروسية الأوكرانية. فمع الرصاصة الأولى والاجتياح الأول من جانب موسكو إلى إقليم دونباس في الشرق الأوكراني، كانت التوصيفات الأمريكية حاضرة منذ البداية. أوكرانيا تقاوم وروسيا دولة غازية. إلا أن هذا المعيار لم يكن حاضراً في مشهد 7 أكتوبر الجاري، حينما أقدمت الفصائل الفلسطينية على شن هجوم مباغت ضد مستوطنات كان بناؤها محل إدانة المجتمع الدولي برمته، وحيث انحازت واشنطن وبشكل فج لجانب إسرائيل ومنحتها الحق الكامل في الدفاع عن النفس. وأسفر هذا الحق الكامل الذي منحته واشنطن لتل أبيب عن حوالي 6000 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين، دون إدانة أمريكية لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، وإنما تبرير ممتد للانتهاكات ظهر واضحاً في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ربط خلاله بدعم بلاده لأوكرانيا وإسرائيل، ووصف البلدين بأنهم ديمقراطيتان تقاتلان أعداء مصممين على إبادتهما الكاملة. وتتجلى المعايير المزدوجة للولايات المتحدة الأمريكية في أبهى صورها عندما كان الرئيس بايدن يقول للصحفيين في تل أبيب إنه أقنع إسرائيل بالسماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة. كانت الولايات المتحدة تعزف نغمة مختلفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي نفس الوقت كانت الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى المساعدات الإنسانية لتمكين وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وأدان القرار الذي رعته البرازيل أعمال العنف ضد جميع المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي تشنها حماس، وصوتت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لصالح القرار، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. واستخدمت الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن حق الفيتو الحاسم. هذه الازدواجية في المعايير حذرت منها صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها بأن إسرائيل حصلت على دعم غربي كبير على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والإعلامي. وصل لقيام عدد من الشبكات الأمريكية بنشر أخبار كاذبة داعمة لتل أبيب منذ شن الفصائل الفلسطينية هجومها المباغت على قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوعين. وعلى الرغم من الانحياز الواضح لإسرائيل، إلا أن البعض داخل أمريكا خالف الاتجاه وأعلن إدانته ورفضه للهجوم الإسرائيلي الانتقامي الذي وصفوه بأنه عقاب جماعي لأهالي قطاع غزة. وفي اعتراض على سياسات الإدارة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل، قدم مدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية جوش بول استقالته، وقال إنه بعد أكثر من عقد من العمل على صفقات الأسلحة فإنه الآن لا يستطيع أن يدعم أخلاقياً التحركات الأمريكية لدعم المجهود الحربي الإسرائيلي. وفي نبرة مغايرة لموقف أمريكا الرسمي، خرج الرئيس الأسبق باراك أوباما ليؤكد في بيان له ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، قائلاً إن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك تلك القوانين التي تسعى إلى تجنب إلى أقصى حد ممكن
وحذر في بيانه من أن هناك أزمة إنسانية متنامية تجري في المنطقة، وقال إن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الغذاء والماء والكهرباء عن المدنيين لا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل يهدد أيضاً بتفاقم الأزمة الإنسانية عالمياً. كل تلك المؤشرات والمواقف كان معها مظاهرات تندد بتلك المعايير المزدوجة لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث اعتقلت السلطات في نيويورك أكثر من 100 متظاهر من بينهم عضو مجلس مدينة وعضو مجلس شيوخ الولاية في مسيرة مؤيدة لفلسطين، حيث كانوا يحملون أعلاماً تدعم فلسطين. ويواصل آلاف الأمريكيين الآخرين التجمع في احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.